Nerede tıkayıcı? تمام تمام اه لا ده يلا يعني. طب احنا محتاجين ورق تاني اه ده يا ربي ايه الشيله دي كلها المفروض تجيب واحد يشيل يلا يا كوكي قدام ما اوريك حركه دلوقتي جامده جدا جامد جدا جدا انا متحمس جدا وهنخربها مع ريموت النهارده يلا بينا لازم تتمرن فيتنس كويس قبل ما تيجي على ايه اللي انت ماشيه جايه ليه؟ تقيله قوي هو الحوار تقيل قوي الصراحة بس ممتع واو يا لهوي جامدة الدنيا ساعة ليه؟ هو حر جدا يا لهوي حاجة وانتي نازلة؟ وانت نازلة تقولي دلوقتي احنا رايحين يا شباب ناخد الليتل بتاعت الاسكي عشان نتطلق جامد وادري اللي ادينا الليتل دخل الصوابع رجلي في اول مكعب من قدام وانا مش عارف الصوابع تضغط بتاع رجلك في النص بس كده جامد ممتع الصراحه والله يعني وسهل على فكره دلوقتي كيرو هيبدا يزحلق طيب ايه اللي حصل لي؟ لا هي لعبه حلوه الصراحه انتوا منين؟ جامدة يا جدعان وسعر التيكت 300 و380 و600 واحسنهم 600 عشان تخش كل حاجة خلاص بقى انتوا المفروض تشغلني معاكوا بقى الثلج الثلج مش طري خافوا على نفسكم وانتوا بتقعوا لا والله تقولي ليه اللي عايزين يجوا المكان ده يجوا طبعا يجوا طبعا عايز اقول لكم اللعبه دي جامده جدا 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 وبشكر صدقوني يا احمد جامد جدا 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 السكي دلوقتي بقى نروح نلعب الالعاب الجامده جدا 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 هنروح البطاريه يا لهوي ايه ده فده ورحبوا معانا بالبينجوز ورحبوا معانا بالترينرز اللي مسؤولين عن تدريب المستعمره بتاعتنا ورحبوا معانا بديجو وباجي هنحكي لكم حكايه بسيطه يا سلطان في جرزان ايه ده يا عايزين نحتفل بيه بقى انتوا انا واحد سلطان بقى خمس فصائل بيعيشوا في القطب الجنوبي او قاره الغرب مهددين بالانقراض بسبب عوامل كتيره جدا زاد احتباس الحراري والسوزانيه اكلهم هابي بيرثدي يا سلطان النهارده اتمنى تقبلوا مننا الجيفت البسيطه دي الله الله سعيد هنا في سكي ثانك يو فور كامينج يا الله سلطان ورايحين نلعب لعب جامده جدا جدا بينا نطلع للقمه وننزل بسرعه تنزلي منين؟ اوبا اللعبة انا اسمها ايه؟ اوبسلي جامد جامد بجد جامد 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 جدا 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 هنجرب اللعبة التالتة بقى اسم اللعبة ايه بقى؟ تيوب تيوب يلا بينا جامدة أحلى بقى اسم اللعبة إيه؟ جامد يا لهوي استنى عشان المرة دي المرة دي كان حلو للكبار الصغيرين المكان تحفة لكل الناس هو اسعاره حلوة جدا كمان ان انت تلعب كل ده بمعنى يعني كلمة المتعة اللي احنا فيها اكسبيرينس لازم تجربها في حياتك لازم 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 بأمانة ده حرفيا